هاي. في كثير من الأماكن على كوكب الأرض بتصير فيها أمور غريبة تمكن العلم من شرح بعضها بوقت بقي قسم منها لغز محير. جسر أوفرتون بدمبرتون بسكوتلندا يلي يعرف بجسر الكليب المنتحرة لأنه شهد من أكثر من 50 سنة قفز عدد كبير من الكليب عنه للوقوع بكعب الوادي. لليوم فشل العلم بتفسير سبب حدوث هالظاهرة. مرفا مدينة صغيرة موجودة بولاية تكساس تظهر فيها أضواء غامضة بألوان مختلفة تتحرك من مكان للتاني. على الأرجح هالظاهرة بتحصل نتيجة احتكاك تحت الأرض. مثلث برمودا يلي تمحورت حوله العديد من الأساطير شهد أحداث واقعية غريبة مثل اختفاء سفن وطائرات والبوصلات ما بتشتغل فيه. مين قال إنه حفرة باب الجحيم بتركمانستان يلي سببها انهيار منصة حفر سوفيتية كان المفروض تبقى ولعانة لعدة أسابيع لكنها بقيت مشتعلة لليوم؟ أنا قال بشوفكم بكرة.